قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. قناتنا على اليوتيوب والتيك توك. مساء الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. حلقتنا الليلة بدون رتوش كالعادة، ونرجع إلى قضايا العراق وما حصل للعراق وأسباب ما حصل للعراق. من 2003 حد يومنا هذا العراق انباع بأرخص الأثمان، انباع بأيادي قدرة محسوبة على العراق، بس عمرها ما كان عندهم ولاء للعراق ولا لشعبه ولا لأهله ولا ما دجلة والفرات. اللي كانوا يسمون نفسهم معارضة سابقا من أهل العمائم وغير العمائم الأفندية والشراويل والعقل وكل الأزياء اللي موجودة بالعراق، غالبية اجتماعات ما يسمى بالمعارضة كنت أشوفها وأشوف الوعود والأكاذيب اللي كانوا يطلقوها في هذه الاجتماعات المدعومة من المخابرات الأمريكية البريطانية وكثير من دول الخليج. فكانت هذه الدكاكين اللي سموها معارضة، وبالتحديد مقراتها في بريطانيا، هذه بريطانيا اللي هي أم المصائب في العالم، هذه بريطانيا اللي شتتت ودمرت كل دول العالم، هذه بريطانيا اللي ما بقت دولة بالعالم ما فتتتها وسرقت ثرواتها وهجرت ناسها وجعلت ناسها عبيد في بلداننا. والتاريخ البريطاني معروف بالخبث، معروف بالكلمة المشهورة لهم فرقت أسد. هذول قرأوا شيء أدنى بالعراق بأنه الدين فوق الدولة، طبعا الدين مو الدين الإسلامي، وإنما الدين اللي سووه طين بعد 2003. الدين الإسلامي مثل باقي الديانات السماوية يدعو الناس إلى التسامح والتحاب بيناتهم والرأفة بالوالدين ومساعدة الغير مثل باقي الديانات، بس عندنا عمائم بيضة سودة شيوخ ما أعرف شنو وشيوخ السلاطين احنا نسميهم، كل من يقعد على الكرسي صار هو وماكو غيره، وبس هم ماكو أحد يفتي غيرهم، مجدولة للسلطان ويجعلوا نبي من أنبياء الله الصالحين. أنا ما أتكلم عن طائفة أو مذهب معين، أنا أتكلم عن الثنين، والثنين فلسين ما أشتريهم. المهم أكبر خطأ أمله في تاريخ حكم الرئيس صدام حسين من 1979 إلى احتلال العراق عام 2003، ما عدم وعلق ومسح أهل العمائم بكل ألوانها لكان العراق ما صار بيه اللي صار. ما مسح وما جعل بيوتهم ومغاراتهم وسراديبهم مسطحة، كان هذا العراق لليوم عراق غربي. بس لكل رجل كبوة ولكل رجل أخطاء، والناس الحبربشية اللي احنا شفناهم بعد الاحتلال اللي كانوا محسوبين على الرئيس صدام الله يرحمه
هم شالوا التقية مثل جماعة ولد حازم ذيول إيران، وطلع وجههم الحقيقي، وأصبح الخائن هو البطل، وأصبح الكاذب هو الصدوق، وأصبح السارق هو الأمين. ومشت هذه المرحلة من 2003 إلى يومنا هذا على هذه الطريقة. وكل من وأي شخص يحاول بأي طريقة من الطرق فضح هذه الأعمال أول ما يرحون على عرضه. ليش؟ لأن عرضهم سقط من الأول، يعني معروفين، مو جديدة ولا ده نتبلح، نعرف منو كان وش يسوون باسم الدين نفس الشيء. هنا أنا من 2003، لأن احنا بالنسبة لشعبنا أصبح عند النسيان عادة يومية، يعني ينسى البارحة صار لأن دي يفكر يومه شون يعيش، حتى عند مثل ما يقولون النشط الذاكرة. نجي على أول قدر وهو مقتدى السطل ابن السطل، اللي وفي صحف منشورة ونشرناها سابقا، من أبو المنبوش انقتل من قبل إيران، من قبل إيران، وهو يعرف جيدا اللي قتلوه هم جماعة من عائلة الحكيم وأرسلوهم وطلعوهم بالتلفزيون، بس انذبت برأس صدام وخلص شيل واطلع. الصورة مو واضحة زين، ما أعرف الصورة واضحة يعني بالنسبة لي دا أشوف، يعني شباب كتبوا لي الصورة واضحة. والله النات يمكم ويمنا خراب، ترى احنا بريطانيا مو اي بريطانيا ترى همت للعراق، اما النت مالتها رايح جاي. اي تمام. فهذا المنبوش مقتدى كتب الى الرئيس صدام حسين الشكر والتقدير على التعزية اللي وصلته، بس بعد الاحتلال سبحان الله انقلبت الآية ورجع مقتدى السطل يتهم صدام حسين بقتل أبوه بابا نويل السطل بسبب المنافع الشخصية، وبسبب بأنه تلميع صورة إيران، وبسبب التكاتف الحزبي، وبالتحديد ما يسمى بالبيت الشيعي اللي أسسه المقبور أحمد الشلبي. وهنا اتكاتفت المصالح واتكاتفت الذيول على خراب العراق. تعرفون ناس امجادي محرومين عمرها ما شايفين $10، يجون يستلمون دولة ثرية بها نفط بها غاز بها ثروات بها نهرين زراعة صناعة. هنا بدأت المصايب. بداية الاحتلال اجى هذا ابن الخوئي للنجف، لان كان اكو عداء بين الخوئي وجماعة السطل، قام مقتدى السطل قتله بأمر من عنده، انقتل وملخوه، وهو هذا اللي كان مندوب ابن الخوئي، كان مندوب توني بلير القدر اللي شارك باحتلال العراق إلى السبتة تنغاني، حتى يوصل له رسالة من الحكومة البريطانية والحكومة الأمريكية بإفتاء فتوى أو فسوى من فساوي السبتة تنغاني اللي ما موجود أصلا، يقول له لا تفسي فسوى وتقول الجهاد ضد المحتل،
مع العلم السبتة تنقاني المضجع الأعلى اللي سموه صمام الأمان كان إلى سيارة هدية من الرئيس صدام حسين كل سنة. وقبل الاحتلال لما كانت أمريكا وبريطانيا وكل هذه الدول حادة سنونها على العراق أفتى أو أفسى سماحته السيد علي السبتة تنقاني بفسوى من فساويه يقول كل من حارب الرئيس المجاهد صدام حسين وحزب البعث فهو كافر. فسبحان من غير الأحوال وأصبح هذا السبتتنك اللي هو يسموه صمام الأمان في العراق أصبح هو الكل في الكل، وأصبح هو بدال النبي محمد، وأصبح هو بدال علي بن أبي طالب، وأصبح هو بدل العباس والحسين واللطم مالتهم. يعني هسه أنت أدخل العراق، العراقيين يعرفون أي شخص من خارج العراق يدخل العراق حتى لو ملحد ويسب رب العالمين قدام وبنص النجف أو نص كربلة أو نص الكاظمية يسب الله سبحانه وتعالى ويسب الرسول ويسب كل شيء، ابن أبوه إذا سب سب ستنقاني، إذا سب القذر هذا اللي سموه صمام الأمان لا يسحلو سحل ما حد حتى جرته يعرفها. ابن أبوه اللي سب مقتدى البوبز، والترجمة مالت البوبز بالإنجليزية تعرفوها، هذا العراق اللي تتحكم به الأمائم. ومشيت أذكر عمامة الشرف اللي هي عمامة عمار الله حكيم ملك النساء والبارات والملاهي، هذول الثلاثة اللي هم رأس الأفعى اللي بلش به العراق خرابة. السبتة تنقاني اللي هو باعتباره صمام أو سبتة تنق الأمام بالعراق اللي أعطى فسوة عدم الجهاد ضد الأمريكان، وبعدين مقتدى السطل ابن السطل اللي هو صاحب أول ميليشيا أنتجت بعد الاحتلال وهو جيش الوردي اللي يتفرع من عندها تيس الخزعلي وحزب الله وغضب الله وجيران الله وإصبع الله ورجل الله وكل شيء بي الله ودرنفيس الله، كل شيء الله بي لازم يحطوه وسووه حزب أبو حمدان الله يسلمك. زين، فعمامة السيد السطل ابن السطل أنتجت إن أكثر من 160 ميليشيا لحد هسه. شكراً أبو حمدان على التيك توك. أنتجت كل هذه القاذورات اللي متواجدة ومتواجدة في العراق من 2003 إلى حد يومنا هذا. ولما تتكلم يقول لك هذا خط أحمر، ولو بخير تعال للعراق، ولو بخير أوصل للعراق، يعني طرزاناني ألبس القبة على الدرنفيسية وفوت ما حد يشوفني. هو أنتو بالعراق قذاراتكم لحد السماوات، وحتى من خرجتوا خارج العراق اشقد هذه الدول متطورة وبيها علم بقيتوا نفس الجهل ونفس القاذورات، وجبتوا قذارتكم وزيتوها قذارة. حتى هنا هاي بريطانيا خوب صايرة مدينة السطل ابن السطل، يعني جماعة السبتة تنقاني والحكيم مافيات كاملة.
مافيات كاملة. هذا العراق اللي استلموه المضاجع وجماعة الخطوط الحمر، وراها اجونا محمد البلبوسي وخميس الكنغر وكل هذول اللي كانوا يقولون عليهم ارهابيين ومطلوبين وساحات المعروف شنو، وش اسمه هذا الاخ امير الدليم، وكلها ما شاء الله شيوخ وكذا. اللي شفته بأنه كل هذول تقاسيمهم ريما حياه شالله، تقاسيمهم اتقسمت، كل شخص أخذ وضعه، تكتلات، أحزاب، مافيات، عصابات. واتضح إلي ولكل عاقل وشريف، طبعا احنا اذا تعرفون قناتنا شقد بيها ما شاء الله هدا تشوفوا زين، اطلب من كل الاخوه والاخوات، بس الاحرار، لايكات وكومنات، لان دا يصير بلاغات على القناه مو طبيعي، يعني مدير القناه دا يقول لي ابو حمدان نورت، مدير القناه دا يقول لي التبليغات من كل الأصناف على رأسهم، حتى لا يحسبون، يقول لك بعد البعث والصداميين، هم مو صداميين ولا بعثيين، لأن ما يوصلون إلى القندرة، حشاكم وحشم أنا أقول بوجهه، إلى قندرة الصدام العتيقة، هذول اللي يسمون نفسهم بعثيين والصداميين وجماعة روحي نخلة بتكريت وجماعة ولدم حازم وجماعة ولدم سلمان. وانتو شفتوا الحملة اللي تستمشنها على قناتنا وعلي تحديدا شخصيا، يعني بالاسم، كيف اجتمع حزب البعث والصداميين في قناة هي موالية وميليشياوية، كيف اجتمعت الميليشيات، اللي يدعون البعثية والصداميين احنا ضدهم ولازم نحرر العراق منهم، كيف اجتمعوا الميليشيات والقاذورات المتواجدة في هذه القنوات اللي دا تشوفوها في قناة محسوبة على البعث ومحسوبة على الصداميين، من ضياء القواد إلى غيره وغيره وغيره وغيره. لو صدام حسين الله يرحمه، احنا ما نقول غير الله يرحمه، لو كان ماسح كل إمامة مهما كانت، مهما كان طبقاتها، مهما كان علوها، ماسحهم، اولا حرب ايران والعراق كان ما صارت، اقسم بالله، والله حرب ايران والعراق كان ما صارت، ولا راح بيها هالملايين بين شهداء وبين معوقين وجرحى وارامل وايتام، كان انتهى ماكو شيء. بس الولاءات الداخلية اللي كانت تستخدم التقية وبنروح بالدم نفديك يا صدام، ورسائلهم السرية إلى الخميني، السر في طريقك لتحرير القدس عبر كربلاء، وأولهم كان أبو السطل ابن السطل. هنا لو صدام حسين ما سح هذول وما يسمى بالحوزات وتلاميذهم من هذا شو اسمه مصبح الوائلي رجل بنت ضياء القواد اللي صاير للسياسي والبسقاط، هو كان بس يكتب جو عيد ابو السطل ابن السطل. مصيبتنا بالعراق كل من طلع على شاشه صار سياسي، كل من طلع حكى له حكايتين، اي هو ماكو غيره،
زين انتو لو كان هذا صدام حسين الله يرحمه ما سح هذولة، هل كان صار عندنا جماعة رفعة حتى يجون يحكمون؟ هل كان صار عندنا جماعة اللي يدعون المظلومية؟ هل كان صار عندنا هذا اللي صار كل هذا الخراب من 2003 لليوم؟ بضمائركم بشرفكم اكتبوا وبدون أي مستحى وبدون أي خجل، وحتى اللي يتعارض ويانا بكل أدب اكتب تعليقك وشنو اللي صح ولا غلط. وأرجع وأقول التبليغات اللي موجودة على القناة أقسم برب العالمين يريدون يغلقوها بأي طريقة، بالفلوس، يسوي ديسلايك ويطلع، يحيرون الشون، بس يريدون يغلقون هذه القناة. ليش؟ لأن هذه الشهرين الأخيرة وضحت لكم وبالدليل كل هذول اللي يسمون نفسهم أصحاب الوطنية والمواطنية من نزار الخايس إلى ضياء القواد إلى خمسة القرعاوي إلى هذا الخشماني إلى ما أعرف منه، هذول شلون التموا؟ هذول أريد أعرف أني هسه قدامكم أريد أفتهم. أنتوا يا أبا أنا ما قاعد أفتهم، أنتوا يا ناس أريد أفتهم منكم إش جاب البعثية والصدامين على الميليشيات واللي سب وهاتك عرض صدام حسين ليل نهار؟ أريد أفتهم شلون انجمعوا وكلهم على طريق واحد هو غلق هذه القناة، هذه القناة اللي احنا دا نحكي بيها وانا اسميها قناة الاحرار. ليش؟ اولا انا مو صاحب القناة، هذه قناتكم. ثانيا دا اشوف التعليقات واللي صعدون بث ويانا، بو حمدان نورت وحياك الله، اللي صعدون بث ويانا دائما هم نفس الاشخاص ما تغيروا. ولما أشوف التعليقات بعد انتهاء الفيديو أو على الفيديوهات السابقة والقديمة هم نفس الأشخاص، كل واحد على الأقل فد 10 كومنات حاط. ليش؟ حتى هذا يوخر التبليغات، وأنا جدا أشكرهم. وأشوف نفسهم اللي قاعد يعلقون هم نفسهم اللي دا يسوون لايكات ودا يسوون يعني يشيرون الفيديو أو على الصفحات مالتهم. أما الباقين يعني يقول لك أنت قناتك 600,000، يعني لو أخذنا حتى 1% هم ثبتنا إحنا 6,000. اتضح 1000% من هذا 600,000 تقريبا إحنا عدنا يمكن لو 200 نقول 500 حر، يعني صار يقينا عندنا يمكن بس 500 حر. أما الباقين فغالبيتهم ديول لأحزاب مرتزقة قاعدين ركبوا ونص تبليغات مثل يعني ما أقدر أسميهم بالنسوان، لأن النسوان أرجل من عندهم. النسوان دولة خير وبركة وأرجل أكثر من عندهم، كل واحد فاتح له 50 قناة بأسامي وشخصيات عجيبة غريبة ويطبون وخلص. غزعنا ورد مويانا قبل الله كنت تصلي أي. فكلهم عداءهم ويا هذه القناة. ليش؟ لأن ما عندي لحية مسرحة. الخط الأحمر مثل ما قلت وعيده، الخط الأحمر اللي أدنا بالقناة هنا وتاج الرأس الوحيد بالنسبة إلي وللأحرار بالقناة هو العراق. أي شيء ثاني بتراب حشاكم أحذيتكم ما أشتري.
يقول لي واحد انت تطبل الصدام وقناة صدامي. انا ما طبل الصدام، الرجل مات الله يرحمه ما لي شغل به، الرجل مو معصوم، كان عنده اخطاء وكان عنده حسنات، بس انا لو كنت هذه القناة ربحية او هذه القناة تدور مشاهدات كان قعدت فرشت بالقناة مثل باقي القنوات، مثل ابن فخرية مثل دولة ودولة قاعدين. أنا يعني والله العظيم أستغرب على هذه العقول اللي بالتحديد تمشي وراء نزار الخايس. هسه أنا أقعد أقدر أتفق ويا كثير من الرسائل، تعال يابا أسوي بث خابر علي وقول أنا نمت ويا فلان أو نمت ويا علان وأسوي قصص وكذا، يموتون هذا الشعب يموت على الفضايح. أريد فد يوم من الأيام هذا نزار الخايس هو قاعد يدحج ولا ما أعرف إيش يسوي، هاي فخرية جتي أمك جتي نزار، فد يوم يحكي له كلمة بيها حقيقة، فد يوم يعني أنت أول المطبلين يا نزار الخايس كنت للبعث، وأنت بلسانك تقول أنا كنت أغني لهم، وإذا تقول أنا كنت مجبور فأنت جبان، لأن الجبان يعني يسوي كل شيء، فما يعني ما نستغنيها، يعني حتى لو أمليت كانت ولو هي كانت تنزع، وأنا دا أحكي على أمليت لأن أمليت مشاركة وياك بالجريمة. هسه طلعت أول بداية صدام الله يرحمه، والميت لازم يقول وإحنا مسلمين ولازم نقول الله يرحمه وحسين كامل الله يرحمه وما أعرف منه الله يرحمه. هسه دق سب على صدام ودق سب هذه، ليش؟ لأن شاف أكو من يدفع، أكو من يمول، أكو من يطي، فهو مكيف وش يهمه الأمريكي الجنسية الطاهية حظه. يعني فد ناس عندنا أصبح عندهم العمل التجاري هذه القنوات، وكل واحد فتح له دكان ومزرعة وبلش يحكي بالوطنية، وتحول يعني عراقنا إلى زمن. إيدك لي فوق وخلي نبلش، إيدك لي فوق حبيبي، هاي هاي فخري يوم ليل جدي. أي والله إيدك لي فوق. أي والله شو نسوي؟ العراق ما يرجع لو حق الله، لو هسه السماوات والأرض تنقلب كل من يقول لك العراق يرجع ما يرجع. بو حمدان بو حمدان اسمع الزمان، بو حمدان اسمع اسمع حتى الأستاذ عدي إجانا نور سيادة الأستاذ. إيدك لي فوق حبيبي. شوف يعني صار عندنا احتفال هسه، يعني والله يعني أنقهر ذولا عليهم، يعني أني بس هو ترى شوية الأمر يضوج، يعني أني خاصة من شفت ريما الغالي حبيبتي هذا، يعني السيد أني هذا السيد هذا دمرني، وين أخلي أشوفه؟ تفضل شوف السيد مالتهم هذا الإمام شون أولي إمام يعني سقط للإمام، إمام بتراوى بعده ما نازل ولا ماشي، الرقع بتوثية يعني موالية، ولو أني باعتباري هندي ما احنا كنا طلعنا هنود، وحتى الرئيس صدام حسين صرح بي بأنه تيس الخزعلي قال الدي ان اي من صدام حسين اتضح هو هندي، ولكفوها الزماير رأسا لسه كل القنوات الموالية صدام الهندي وصدام الهندي. أنا باعتباري هندي ما أنكر أصلي شكو بيها، أنا هندي زين أراويكم. طبعا أنا هندي من الموالين، يعني إحنا هنود
بس هنود موالين. فأريد أقدم لكم ابن خالتي الصغير اللي هو هم موالي. شوفه يا هذا ابن خالتي ايتلي فوق حبيبي. تفضل. والله كنا هنود. يا علي يا يعني هذا ابن خالي الصغير زين. يعني انا اتذكر ابو مقتدى المنبوش بابا نويل مره طلع للنجف وشاف الزينبيات يعني كلها شقلبان فطلع عليهم وصاح ما لي شغله هو ده يحكي زين. يا والله العظيم هذا ابو العرق صاحبي مدد. يا علي مدد يا علي مدد صبوحيت موسى بن عمران قال الهي اوهاب. يلا حبيبي ايدك لي فوق بابا. ان استطعت ان ترفع من هذا الحجر الصغير ادفعي حسن صغيرة فافعل. اسمع فانحنى موسى وبقوته انحنى موسى. طبعا يموتون على الانحناء ويموتون على الكظة ويموتون على هاي السوالف. فعيني افتح عقلك حضر دمعتك لان اكو عندنا الليله روايات وانا ماكل جري وشفتوا شو اسمه اي النبوه التي عنده أيه. وهو من اول العزم لم يستطع ان يرفع حصن صغيرك ابد والله ما قدر. قال موسى يا علي مدد فرفع الحجار. يعني موسى اللي مولود قبل علي وقبل محمد وقبل الدنيا كلها صح يا علي شفتوا يلا اي الصخلة قضيتنا. يعني الصخلة قاومت المحتل الامريكي اكثر من سلوان المصلخ ابو السلطات. هذا سنرجع له زين. يعني هذه المعجزة النبي كان مو النبي ابراهيم معروف ياهو دا يقول زين راد يشيل حصواية ما قدر. فالله دزله شو اسمه بالواتساب تكس مسج قال له عيني بس قول يا علي هذا تعرف هذا نبي لازم يسمع كلام. فقال له ايه رأسا قال يا علي رفع الجبل كله نعلى على ابهاتكم نعلى على بوج امريكا جيتي فتحتي سبتة تانك بالعراق وعفت المجاري طافحة لحد يومنا هذا. فحبيبي تسوي لايك وتسوي تعليق والذيول تسوي ديسلايك و يعني فكافي. وين هذا بعد هذه الروايات يعني انا من اتفرج اشوف ذولا الملالي والزبالات اللي بالعراق عندنا زين. يعني ما اعرف الزم هدومي وصيح ويعني اصيح للصبح هيك للصبح اصيح زين. خبلانة مد ايده علي ومر عليه ما اعرف الجيش واجا فلان وراح على علان زين. وانا قاعد حتى هاي ام ديوثي جدي هنا انا منور. يلا ايدك لي فوق حبيبي صير ويا المواجع مالتها. راح نبلش بهذه الرواية وبعدها ناخذ اتصالات لكل الموالين اللي مشاركين في هذه القناة البعثية الموالية الناصبية اللي يقول لك انت تكره آل البيت. أم احنا لا نكره آل البيت ولا آل الشقة ولا آل المجتمل. احنا نحب كل البيوت يعني كل البيوت. بس يطلعوا لي يقطعوا يقول لك شو قيسب اسمه آل البيت. عمي آل البيت على راسنا وآل الشقة على راسنا وآل المجتمل هم على راسنا. لا يطلعون هذول المجتمل والشقة هم من جماعتكم وتلاص. حبيبي بو حمدان نورت انت اليوم. راح نستمتع بأقوى الروايات ونهديها إلى الأب القائد مؤسس حركة 69 الحجي هزاع اللي باقي النسوان ولليوم ما شفنا خير من ذاك اليوم لليوم وجماله راح للحج. وين وديت النسوان هزاع؟ وين وديتهم سوسو؟ مزرعة
شو اسمه نزار الخايس راحت طارت ما بقى بيها نسوان كلها اخذتها حتى ام ليث ستطلع عندك. يلا يلا عيني حبيبي تحضر نفسك حضر دمعتك حضر دمعتك حضر دمعتك زين ردت شعار الحزب هزاع وين وديت النسوان حركة 69 زين اخوان الرفاق احنا الرفاق البعثية منا وغادي من تدخلون للبث ترددون شعار الحزب وتلبسون تذكرون مات الرفاق السفاري مالتهم زين وبيدك شو اسمه الليفكس مال تقارير حتى نسوي التقارير ويعني نرجع منظمة حزبية. ها يلا حضر دمعتك أخويا حضر دمعتك وتعال يلا. وانتم كلكم تتساقلون ليش هذا الشيخ نايم مع السرير؟ لأن انت تحب فراش شيخ حبيبي يعني انتو متعلمين من سبتة تنقل أمان وانت نازل ناس تحب فراش تموتون على إيه ما هذا الضجة يا هزاع ابكي عيني ابكي ابكي خلنا ابكيك شوية وبعدين نقص القصة اول يا بابا نقص القصة الزينة اخ لك عيني زينب اول يا بابا اول ايدك لي فوق حبيبي اخذها زينب راحت للخريبة رجعنا للخريبة وللشرباية انا رجع وعيد عليكم جماعة الخريبة زين حبيبي كل من يحضر دمعته واللي عنده خرابة يجيب زينب يا زينب ما أعرف أهم شي زينب إسه يطلع لي نزار الخايس راح أرفع دعوة عليه بال شو اسمه يم السلطات أقول له هذا شو اسمه يسب آلهتنا لا أبوكم لا وحتى الدين مالتكم يلا عيني بو حمدان حبيبي اسمع حبيبي بو حمدان بس تعال اسمع هاي الروايات أول يا هذا من لحمين سيد علي سيد علي رقية هسه اخ يابا اللي شتم رقية زين فورد ده تعرف حضر ليفتك اخويا يلا عيوني يلا عيني ايدك لي فوق حبيبي رقية ويسرى اخت شو اسمه زار الخايس زين ايه ضربوا شوفوا انا نيتي كلش تعرفوها وخصة من اكل جري شغلة كلمة ضربوني احنا ويلاد بغداد ها تعرفون يعني ضربوني شنو انا اخلي التعليق للاب القائد مؤسس حركتنا 69 الحج هزاع يشرح لكم كلمة يضربني يعني شنو فما اعرف لا وهالمرة الصوت أذاني زين هم ضاربها وهم الصوت أذى زين آني بهذه الحالة زين بهذه الحالة آني شو أسوي يعني هم ضاربيها وهم الصوت أذاني ميتي قعدت بالزاوية هناك نار قية تقلب ويا اسمع ويا زين فرقية تعرف تدفع وجدتي تقول ما اريد اشتكي وما اريد اقول السووا بي يعني عيب اقول انت شو اسمه انت امام وهذا عيب اقول يعني they did the French with me يعني فرنسي ما اعرف يعني حتى هاي فخرية جتني يعني ما ادري يعني والله عيب عيب هذا السوالف شوية يعني اشترديني يا ابوي ايه اشترديني يا ابوي ويا يلا عيني ايدك لي فوق أو من لك عين دموعك يعني سووا فرنسا من تركيا أني حسب توضيحي للأمور وحسب فهمي للأمور الدرنافيسية هذا الفرنسي بهذا بحيث من هلقد من ما محترق جرة تركيا فاعذروني الجري يعني صاعد المهم أي أبويا يا أويل يا أبا إيدك لي فوق إيدك تصرع أصرع أويل أويل موتاني يعني هم تصرخ هم لحيته موتاني ما أعرف يعني كان شو اسمه أني النية صفر
يعني أحكي لكم إياها صراحة، يعني عندي النية يم دول الموالين ويم دول شو اسمه، أنا ما أعرف حجي حجي هزاع، أنت اختصاص بهاي الشغلات، أنت بقت النسوان ولليوم ما نعرف وينهم، يعني حتى هنا الناس بالقناة يعني حتى اللي ويانا وضدنا الكل قامت الصيحة هزاع وين وديت النسوان، ما لي شغل هذا يعني طلب جماهيري. أي إيدك لي فوق حبيبي وحضر دمعتك ويدمل يقطع يا أبوي موتاني يا يا أبو خلينا نبكي شوية العلويات يا أبو عندكم فراش لو نجيب لكم السيد إيدك لي فوق حبيبي دموعي حضركم فراش موتني هذا يعني أنا كل ما أذكر زينب دموعي تنزل حتى فخرية أم نزار قاعد تبكي شلون إيدك لي فوق حبيبي عذركم فراش اه حيشتغل الصياح يخلوني شويه ابكي زين اي دموعي من البارحه لليوم يعني دموعي ما وقفت حبيبي دموعي اللي ما عنده فراش فراشك علينا السيد يقول فراشكم علينا اللي ما عنده فراش زين واللي ما مشترك بالقناه او مشترك جديد بالقناه نوزع له الفراش زين يا حبيبتي نورتي بالتيك توك زين فعيني حضر فراشكم وحضر دمعتك وحضر يا ابو فاضل اي اكو ناس تعطيكم ميه تريدون ميه والله نشفت دموعي يا ابو حمدان نشفت دموعي والله نشفت دموعي على زينب دمرتني ايدك لي فوق حبيبي وناس تصيح حدا اه خاف وناس تشيع ناس الجمال اول يا بايدك لي فوق اي اسمع بداعة الحسين في الله ابكي اول شيء دموعك اسألك بالحسين بديش الليلة زينب من الطاها فراش زاع اشتغلت على الفراش لو يعني ما يعني انا وين يعني اريد اصف النية يعني النية طفرت للسقف زين يعني اسا نزار الخايس راح يودينا للمحكمة ها للمحكمة يجيب سليمان جدرية يترافع عنه بأمريكا لأن والله يقول لك هذا يسب آلهتنا وآل الشقة وآل إيه حضر فراشك حضر دمعتك وأصعد ويانا حبيبي يلا زين هذا شغل هزاع زينب شلون نيمة الألويات هذا هزاع باعتبارك حجي انت تعرف هذه المواقف الصعبه زينب شلون نيمه الالويات يعني شنو المستوى الدرنفيسي اللي تخلي مثلا زينب يعني ترتاح تعرف زينب هذه لازم تريحها لازم كذا فهذه الامور الدرنفيسيه انت بس الحجي يعرفها ما لي شغله انت هاي فرنسي زين زين يا انت حجي ولهذا احنا سكتم ويبكم شو تقول عيني ايدك لي فوق حبيبي ايدك لي فوق حضر دمعتي عاني شوف يا الله يعني هذا زينب اليوم دمرتني زينب يلا عيني اسمع كمل يلا عيني وين دموع اريد التليفون يخور ايه زينب نام اوقف سامعين واحد ينام فوق الرمح يعني ما اعرف شلون هذا الرمح زين هذا رمح شلون واحد ينام عليه هذا رمح يعني شلون يعني يوقع منا الا يكون في هذا المستوى في الرمح يطوب يصير مثل هذا اللي يطلع كوميديا يعني والله ما أعرف مستر ستيك يعني أنت شلون تنوم واحد هيج يعني على الرمح يعني أنت شايفين هيج مسألة درنفيسية أنا بالنسبة لي نيتي طارت هذا الرمح شلون واحد ينوم واحد على رمح
بالتعليقات تكتبونا أفيدونا أفادكم الله، باعتبار إحنا يقولون علينا كفرة. زين هاي يعني أول شيء نوم شو اسمه على شو اسمه على الرمح يعني بالصندوق الأسود. زين وزينب ما غافية طبعا ما تخفى لأن يعني بالخرابة هي. اسمع أول يابا أول يابا خليني يابا سوالف دافية سوالف لك يعني هم سوالف دافية هم بالخرابة وهم مقعدته على الرمح. أريد أجيب هسه حتى الإمام نفسه أحكي له هذا الحكي ويكون نيته صافية. هذا شلون ما أعرف، المهم السوالف تكون دافية واللي يعني ما أعرف، أهم شي الدفو عندهم يموتون على الدفو. أبو علي صاحب غيرها أبو علي إيه؟ وينكم خدام الحسين؟ خدام الحسين عندنا إيه نب يا ريال طلعت ونب يا إخوان. قبل 1400 سنة البيوت كلها حصيرة وطين ولا كهرباء لا انترنت لا بلاي ستيشن لا ستاربوكس لا يعني ماكو لا هاروز لا مثلا نقول اكو محلات مفتوحة وتروح تشتري ملابس. يعني 1400 سنة صحراء وتمر ولبن وهاي الصخلة عندهم وبعير وهالسوالف. زين زينب بنص الليل ايش طلعها؟ ممكن تكتبونا بالتعليقات لان الامر صار در نفيسي والامر انتهى. وبو حمدان ممكن تشرح لنا يا معود تراني ما اعرف يعني واحدة قبل 1400 سنة ب 12 بالليل طالعة. فاتمنى من عندكم يعني تصفون النية وتراونا ليش طلعت بهذا الليل. اسمع ايه ايدك لي فوق. خطيب من الخطباء. نعم خطيب من الخطباء. صار عمري 60 سنة وانا اصعد المنبر. صح 60 سنة ويصعد المنبر ولا فد يوم قال زينب ليش لان ما اخذ اجازة من العباس. تعرفون العباس كان رئيس عرفاء وحدة اللي ما ياخذ منه اجازة. ايه هذاك كان العباس يقول له يا ولد انت شلون تقول زينب بدون ما تقول تيجي تاخذ عدم تعرض من عندي؟ يلا اطلع برا ينعل ابو هالشارب. فذاك الوقت هم كان كلهم يحشون مثل الرئيس الله يرحمه. حبيبي خالد والله خبلوني. حبيبي خالد والله خبلوني دولة خبلوني بالروايات خبلوني بالشغلات الدرنفيسية. بو حمد الحقلي بو حمدان حقلي يا معود بو حمدان والله دمروني. اسمع حبيبي كمل معانا الرواية المقدسة هذه. ايه اخ يا ابو فاضل ما قايل له الف اسم اختي. اختي ابو فاضل ما قايل له شو اسمه هذا ماكو اللي تذكرون يصيحون يا ابو فاضل. هو هذا ما ماخذ اجازة ما ماخذ عدم تعرض ما يقدر يذكر اسمها بدون عدم تعرض. وإلا شو اسمه العباس يطر بيده أربع طرات. كلهم كانوا يحشون بصوت المرحوم كلهم يعني بدون يعني كلهم وكل قائد لازم يكون يعني هذا صوته. ايه؟ ما تقبل واحد يسمي مو هيك بو حمدان هذا شلون شو تفهم ويا بو حمدان الحق اللي معود بو حمدان هذا شو شغله ايدك لي فوق. ايه زين شو سخاء الحسين. ايه سخاء زينب يلا عيني انت تموت على هاي ليش طالعة يعني غير يعني سأني بأيام الشباب أيام ما كنا نسوي نضال سلبي وهذول اللي قاعد يسبونا ويغلطون علينا هنا بالصفحات ليش أني ما أنقهر ولا فد يوم أسبهم؟ لأن دائما الأب يغفر. فهذول اللي قاعد يسبون ودائما يشتموني ويغلطون علي اتضح عندي بأنه هذول أولاد الخطيئة اللي أنا من أيام النضال السلبي في بغداد ها أنا والش اسمه أي.
فطلعت هاني مخلف يعني عشرات الآلاف، يعني ما قمت ألحق. وإن شاء الله من الحكومة الجديدة تستلم العراق حكومة رشيدة، أقول لهم أنا محتاج قطعة قاع أسويها محافظة، وهذا المحافظ راح أجمع كل ولادي، أولادي الخطيئة ولدهم حازم، ها، ونرجعهم إلى الطريق البعث الناصبي وإلى القيادة الحكيمة اللي إن شاء الله أنا راح أقودها من أجل تحرير المحافظات الباقية. فنطالبكم إخواني وأعزائي رفاق هذه الصفحة والقناة المباركة بدعم لا إرادي، يعني بالقوة مو برضاتي، نفتح لنا هذه المحافظة، لأن محافظة كبيرة وأولاد الخطيئة أكثر. لازم الأب يجمع ولاده، فنحطهم بالحراسة ونفتح بيهم مزرعة، بس المهم ما نحط الصناديق يمهم بالمزرعة. ليش؟ لأن أحفاد سلوان هم راح يجون ويبوقون الصناديق، ويطلع مرة ثانية حفيد سليمان جدرية في قناته، ها، النقانق في الحدائق، يطلع برامج عليهم. وحفيد ضياء الجواد هم راح يسوي، وانا خابرته وانا جبته وانا سويته. فاحنا ما نريد نتعب ولادنا بهذه الطرق، احنا نريد نونس ولادنا. ولهذا نرجع الى روايتنا حتى نعرف هزاع الرفيق المناضل وين ودى النسوان. اي اولي اول يابا اشوف ايه محنية وتكضين. اوقف اوقف ازع، اذني نظيفة وسمعت محنية وتكضينة، زين، محنية وتكضينة، النية عبرت على البحر، هي هذا البحر هنا، ها، البحر هنا أنا. هم محنية وهم تكظة، زين، أريد حجي هزاع باعتبارك حجي أنت تعرف هذه الأمور، يعني أنا بالنسبة لي أنا كنت ألزم أم حازة، ما أعرف هذه السوالف، أنت حجي كنت تعرف بهاي السوالف. هاي فرس النهر حبيبنا هذا، هلا 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 هل هل فرس النهر، والله هذا فرس النهر نورنا، أي والله. باعتبارك حجي أريدك تشرح لنا مال تكضة ومنحنية، يعني النية طارت عبرت البحر ومشادة مطار وطارت، زين، نعيد المقالة هذه حتى تفسرون إياها تفسيرا درنفيسيا حاميا. يا إنش طلعت زيانة زيانة أول ياب أول ياب أول ياب أشوفيش محنية وتكظينة. يعني هسه بشرفكم أنا أقول لكم أنا شفت وحدة محنية وكاظتها، نيتكم وين تروح؟ فالوضعية معروفة. الحجي أزاع يقول هذه فرنسي، فرنسي ما أعرف والله، يما توني سمعت من عندك وأنا متوضي، زين، أنا يعني توني سمعت منك ما. أي آفيا تسمعون كم طفل وطفل ضاع من وراد، ولادي اللي عفتهم بالعراق ايام النضال كلهم ضاعوا. ولهذا احنا ان شاء الله من نرجع بقيادة حكيمة نسوي محافظة كاملة لولادنا، الولادنا اللي عفناهم، اما الباقين فما اكو مشكلة نعدمهم كلهم ونخلص منهم. ايه يلا عيني ايدك لي فوق ايدك لي. بنات مدللات ويل يا ابا يا ابا نسيت يا ابا هي بين راسه، يعني شوف شوف النية، يعني انا رجاء يعني ما حد يفهمني غلط، انا نيتي والله مو صافية، بس انتو من واحد يقول حاطة راسي بين شسمه، يعني
يعني ترى جداحة، يعني واحد يشعله شعل، انتهى الفيلم يعني احترق، بس واحد شي يسوي ايه يا اول يا اخوي ايه شو يا ويل يا ايدك لي فوق حبيبي، الايفون يخر دمع اليوم. يقول ظهره ما يقدر يشيله لان شايله صفح، وهاي الشغلات درنافيسيه بس الحجه هزاع يعرفها. ايه واصرار ايه والله خدام الحوراء. اهم شيء بصحتكم، ونرجع الى روايتنا. بس يطلع لي واحد من ولد محازم ابو العرق ابو المعرف شنو، اي على اساس 24 ساعه هي شويه الله. اي اي ابا هاي صغيره على الحسين يا ابا، ترى صغيره على الحسين والله ما يحتاج اسولف، ما يحتاج. يعني انا بالنسبه اي اصروا علي شباب الحوراء اكون احكي، يكون هذا شباب الحوراء تعرفون، ما ماكو واحد يقدر شو اسمه يقول لهم لا. حبيبي ما اعرف والله، هم يقولون العرق حرام. احنا باستشهاد الامام الصادق، ايه هم رجعنا على الامام الصادق، خطيه الاخرس والف روايه ركبوها براسه متعمينهم انا وابن الزهراء، ويلي انا وابن الزهراء سيد علي. ايه صار حادث، صار حادث، اسمعوا هذا الحادث. ايه ويلي يابا، الناقل يقول خمس قلبات تنقلب، يعني الناقل يقول خمس قلبات، الخمس قلبات بأي طريقة؟ هذه تتذكرون طريقة الشقلبانية اللي احنا أسسناها، طريقة حركة 69، هذا الشقلبانية، ولهذا احنا سوينا هذا التنظيم باعتبار السيد الحجي الهزاع هو الأب الروحي لهذه الحركة. الحركات الشقلبانية هذه من الإيمان عند الطامة جماعة ولد محازم ويلادي اللي عفناها. يلا عيني سيارة. اسمع يشاهدون السيارة ماكو ورا هذه الرواية نفتح الاتصالات. زين عيوني سيد علي الله يحفظه، الله يحفظه والله بثواني سيد علي قاعد يهدي يهدي. ايه اول يهدي ايه نعم. شهدي انا ما اعرف نعم يحدي بهذن الابيات الله يشهد يرنن بذاني. اسمع انا همدي رنن بذاني سنظفتهم من عيد ماتي خيول العيدة. ايدك لي فوق حبيبي، اذا ما ترفع ايدك هسه طف البث واعتذر لكم واغلق القناة. ايدك لي فوق حبيبي، انا قاعد نسوي روايات وقاعد على منبر شناوة وطالع لكم بث مباشر لابس القمقاط، شو نسوي؟ هذا متداين، انا تداينته من ضياء القواد لان عجبني، بس هو ليش يوقف هيك ما اعرف، ليش يأوج نفسه ما اعرف، ولازم التليفون وكل ساعة. خلي اراويكم ها، وخلي اراويكم والاتفال ترسل شو اسمه. فايدك لي فوق حبيبي. زين خالد حبيب والله اي عافية خالد، شوف هذا خالد دايبتشي وحي الله القطر. يلا عيني يلا روح عيني روح اويلي يا ابا اويلي، وين طلعت زينب؟ بهذن الاثناء يشهد الحسين اي واذا بالحادث يصير سمعت من السيد كلمه واحده بصاح يا زهراء، بصاح يا زهراء انضرب ببوري العفو الملائكه شائلته. زين بصاح يا زهراء، انا هم مره زهراء كانت قاعده يمي بغداد ايام النضال، واحده كان زهراء ما مو هذه زهراء، زهراء يعني ام يمكن عندي ولاد بس ما عرفت اتذكرون، يعني ايام النضال زهراء وزينب وكلهم كانوا يعني والله ولادي طشوا، يعني الاب اللي ما يجيب ولاده ويمه هذا مو اب. ان شاء الله ان شاء الله ادعونا بقيادة حكيمة حتى نطالب منهم بقطعة أرض نجمع ولادنا ها ونسويهم نرجعهم رفاق ونلبسهم زيتوني وكلهم يلبسون السفاري ويرددون شعار الحزب. ايه المهم يعني صاح الأمة أمة ايه صاح الأمة يا زهراء. ايه والله أنا ببالي
شو يصيح؟ صيحة علي. علي بس هذا صح يا زهراء، لأن زهراء كان صاعدة بالسيارة ويا هذا واحد من ولاد اللي عفتهم. ها اي والله، فهذا شلون شغله؟ صح علي، يا علي ابني، هم انا عندي ولد اسمه علي، فابني دائما الله يرحمه هم مات، بس شو نسوي؟ بس صاح على ابني، طلع ابني اضرب مني، هم مخلف، شلون شغله؟ ايه شباب، ايه ايدك لي فوق، ايدك لي فوق حبيبي. زين انا صحت يا ابو زينب. زين وين اللايكات؟ وين التعليقات؟ وين البتشي؟ وين هذه؟ يعني نطفي ونعزل هذا هو؟ يعني هسه شلون؟ يعني جايبين عصير قرنابيط وسهرانين وياكم وانا قاعد على العرش. تعيشين ريمة تعيشين. زين وقاعد على العرش وعلى المنبر، المنبر الدرنفيسي هذا، تعرفون هذا ايش قد يكلف هذا المنبر حتى اصعد؟ هذا مو الرمح اللي قاعد عليه الامام. هذا اللي انا هسه العرش اللي قاعد عليه اعزل، هسه اطفي واعزل ولم شوالاتي واروح ارجع هذا القاط والرباط ضياء القواد، اقول لعمي دوله مو موالين ما يستاهلون، اصعد على شو اسمه وهاشتاج الصخله قضيتنا، لان الصخله قاومت اكثر من سلوان، لا تطلعونا من الطريق. ها اجاك الكينج هنا، هذا الملك. زين الصخله قضيتنا قاومت اكثر من سلوان، فلا تخلونا نطلع من عن الطريق وننحرف باتجاه الحزب والثوره. يلا يعني ايدك لي فوق. ام زينب. ام زينب اي شلون اجى هذا الاسم؟ ما اعرف انا، هم ما اعرف. زين اي ابكي اي عافيه ابكي، فاتح منبار وقاعد ينقل. زين ابو منتظر، ابو منتظر محمد عبد الزهره يقول لي اجينا اسعفنا السيد واسعفنا الشيخ. اي بس طلعناهم. اسمع 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 هزاع، وين وديت النسوان هزاع؟ هزاع دي يقول لك وين النسوان؟ وين النسوان هزاع؟ اخذت النسوان وشلعت بيهن، هاي من صلة حجي لليوم، هسه رجع النسوان، رجع النسوان. يعني اسمع انا ما حكيت، اسمع اسمع وين النسوان؟ وين النسوان؟ اسمع البكي، اسمع البكي. وياك بس عفوا سيد والشيخ، بس النسوان اخذهن هزاع وطفر. زين هزاع وين وديت النسوان؟ ترى دي صيحن دي صيحن دي صيحن ترى. يلا عيني يلا عيني، هذه نهاية الجسمة، راح نستلم اتصالات واللي يريد يصيح. ايدك لي فوق حبيبي. يلا قلنا ناخذ اتصالات لان احنا بعض الرفاق الموجودين. ايه فاحنا من هسه راح ناخذ الاتصالات الدرنفيسية. يلا يلا. الو نعم. الله لا يحرمنا من الصوت. الله يبارك بيك. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. الف هلا الف هلا. اخوك ابراهيم السلام الراي. او النعم والنعم اخويا. شلونك حبيبي؟ الف هلا. شلون امورك؟ كتبت لك هسه بالتعليقات، قلت لك البلاك ليبل اشرف من البلاك عمامه. لا بلاك ليبل هذا اول شيء حلال. السيد. يعني البلاك ليبل ما طول اسمه بلاك، اي شيء بلاك فهو سيد. مو بالله؟ صح لو لا؟ فما يهم شنو اللي بداخله. صح. اي فهذه احدى الفساوي اللي اعطاها السيد السبت تنجان. صح. قابل اغشكم. خليني ارد لك شيء بسيط يعني. اي. الشيء المغيب عن الناس. نعم. هو فد هدف كلش وسخ حش الحضور. نعم. هو هدف تشويه الإسلام قاطبة. صح لسانك. إيران
إيران مو بنت البارحة، إيران هم يعني قديمة ولها فت يعني مو البارحة تأسست زين، بس أيام شعلان أبو جون عبد الواحد آل سكر وخميس الضاري هذول طلعوا الإنجليزي يابا منين؟ مو شيعة؟ طبعا عبد الواحد آل سكر ولا شعلان أبو جون هم دول شيعتنا اللي احنا عشنا وتربينا وياهم، مو دول اللي هسه طالعين. دول الفلا هاي وحدة. اثنين اكو موضوع، نعم، البث اللي دا يصير، البث اللي دا يصير هسه مثلا اني ابراهيم ودكتور لطيف وهزاع والى اخره، اجى هزاع قال لي دكتور لطيف هيك يقول ايه احنا شقد هسه احنا ثلاثة زين واحنا ومتعاصرين بنفس الزمن. كيف اذا رواية عن فلان ابن فلان عن فلان من قبل آلاف السنين رحم الله والديه وما كان تكنولوجيا احدث تكنولوجيا كان البعير لون غلطان. صح انا ما احكي عن رواياتهم بس طبعا عندنا احنا هم عندنا نفس الشيء، احنا تخزي وتخرب ضحك. انا هم اوكي انا هم راح انزل عليهم لا تخاف، انا عندي الطرفين. انا اللي اشوفه كتاب الله اللي هو القران الكريم هو هذا بس. الشيء الوحيد اللي البشر يستند عليه هاي وحده. اثنين صح البشر لو بس يصفون على نفسه اي تدخل فارسي العراق احسب سوريا لبنان الحوثي ليبيا بلشت بالضبط السودان هسه يعني اي يعني واحد لو يصفون هسه المسبب واحد ليش يقول والله دخن عوف التجارة مو صح بس البث اللي يصير انه يغيبون عقول البشر صح. سياسة قطيع شو يقول لي يقول لي اي تمام ونجحوا بامتياز جيل عن جيل يوم 9/4 اني مو سقوط عراق ترى العراق هو ارض حاله حال اي ارض احد يقول الشعب سقط هو 9/4 سقوط مجتمع سقوط جيل صح تمام صح. وليس سقوط بلد البلد هو ينضرب نووي يبقى نفطاته وتراباته ومياته يبقى البلد نفسه تمام صح اها فالسوء ترى من الصفحتين لا انا ما دالوم ترى واحد انا حضرتك سامعني أعرف. الكل مشاركه ما انزه ولا طرف لا دين ولا قوميه ولا مذهب ولا اي واحد الكل شاركه بس المصيبه غياب العقل وشون لعبوا على العقول وهذه الطريقه اللي هي بريطانيا بامتياز نعم. ناجحه بيها نعم اكو مقولة العفو دكتور نعم ما اعرف منو قايلها ما حبت منطق يعني يقولون اذا اكو سمكتين ببحر تعاركه وسببه بريطانيا ما اعرف الرواية من منو يعني اهو هذا المثل من منو بس احنا كل اللي ناجحين بي ونتخر بي ان العرب كانوا احنا بس عندنا ماضي ما لا نملك حاضر ولا مستقبل ابدا وهي الطامة الكبرى صحيح والله يستر من الجاي الله يستر من الجاي انا اشكرك جزيل الشكر الف هلا بيك اخوي انا الممنون انا الممنون ربي يحفظك ربي يحفظك حبيبي حياك ففعلا الاخ سامرائي قال بانه العلة مو بالبلد البلد باقي وانا قلتها من قبل الف مرة قايل الو الحوزة المقدسة معك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شكرا مولاي اخبارك مولانا والله مولانا انا اليوم انا من اريد اول مرة احيي محمد السامرائي الله وبدلف نعم اياهم الله من حلقة الوردي انا اتصل بك البنك حلو البنك انت ما تحب البنك انا البنك ما احبه ليش انا احب تحب
لأن أي أي شوف أنا البلاك يذكرنا بالسيد، فأنا سيد أحب البلاك زين، فهم شكله حلو وهم الإيمان يخور من عنده، فأنا إنسان تعرف يعني من ال شو اسمه أنا راح أقلب عليه لو عليه لو على أصفر أصفر، لا هذا مال مال العصائب ما يفيدنا، أي مال المقاومة مال الخزعلي، أنا إنسان سيد، أنا سيد يعني هذول المقاومة فعلوا أثبتوا مقاومتهم، هو على القاوم به، لا لا هم مقاومتهم أثبتوها، كل تماثيل شو اسمه أبو مندي المهلس شالوها، حتى الصور السفيرة حتى الصور تشيلوها، ما بقوا صورة ما بقوا تمثال، بس يبقون بالعرش، الله أطوف إيش قد حلو. بس أنا أريد هي قاعدة تعرمه لو أنا ما تعرمه ما أعرف، أنا نيتي أنا باعتبارك أنت هم مثلي نيتك صافية، أريد أفتهم منك من قبل فترة، لأن أنا أخوي شوف أنا إنسان مؤمن، أنا صوم اثنين وخميس واليوم خميس، يعني فطرت وجيتكم اليوم خميس اليوم هلا بالخميس على قولت الأردنية بعد العشاء فعل ما تشاء، أي فهذا أنا هذا يعني ورا شو اسمه الفطور اليوم خميس، أي وهي قاعدة تعرمه هنا مضغفت ارتاحت ووفت، استغفر الله يما ولا أخذوا الرمح، الله توني سمعت أي من أخذ الرمح طلعت ورد معاش تدور على الرمح تريد تنام غير تريد تنام يا أخويا، ها هسه فهمت رحم الله والديك، فهمت لي أن أني يعني تعرف أصوم اثنين وخميس نيتي مو صافية، من تكله هي مدنجة تشتغل شو اسمه مكنزي فرنسي، هذه ما أعرفه أنا أسأل هجي اللي أنت تعرف تذكر التلفزيون الملون فات نظام يعني السيقام بار سيقام زين، اني هذا هسه ذني يشتغلين تفهم ذني يعني ابرا المواصفات زين، نسأل الحجي هزاع باعتبار هو السل هو المرجع جاي الهزاع اي خوش جاي الهزاع اي خوش هزاع، انا اقول يعني اخذ بيتهن على الرمح كل هذا انطاها رمح، يلا انا عندي رمح اذا يريد عندي رمح بكد أهم عقلي يروح مكان، شنو قصدك بالرمح؟ أنا بالنسبة لي هي مد دور على الرمح، أي العراق كله رمح، أي ومن نعم عاد وهم ولادي موجودين ولادنا ذولا كليتهم ولادنا، أي أنا مالي شغلة هزاع هو اللي يجيب طاريك، أنا شنو شغلة؟ أنا إنسان طباب خير دائما، أخذ النسوان ذني ثلاثة وخلم سوسو أربعة وخلم عراق صارن خمسة والنوب جاب لي آرامية ستة ستة زين، هو قال خمس دقلات هم يحبونه بخمسة، أنا ما لي شغل سواهن ستة ليش يعني هم كل شغلهم بالخمسة، أنا بالنسبة لي نيتي يعني تعرفها دائما يعني ماكو متفلشة من أخذ الجري صير كل مكعب خمسة، اي ما هو هذه المصيبة الجري تأثيراته على الشغلات الدرنفيسية وزحلقة باللسان ما بعد ما تسيطر، اي ف بس هزاع رجع النسوان لا خارب كل شيء على النسوان مو صرت حجي مو حتى اذا نقول له صرت حجي رجع النسوان ما ادري فيه اوفنا احنا بعد ما حجينا بعدنا خلينا لاني خط احمر النسوان يعني ما اعرف يعني هم حجي مثل الصمام السايلنت مان الجماعه يا حجي يا حبيبي هسه النسوان رجعهن هسه انت حجي وهسه رحت تصلي قبل ما يبدي البيت رجع النسوان ما يصير هيك شيء ما يصير رجع لنا ياهن خلينا عاد نشوف بكت نلقاهن رمحين حين ايوه مم والله يعني يعني عبر كل الخطوط الحمراء يلا اذا يقول لك صار لهم شو اسمه يعني هم على كيفكم يا انا هم اخوتك ايش ما ادريني هم اخوتك وقناعاتك وانت الاب القائد ومؤسس حركه 69 صارت يعني انت كل سياره تنقلب حاط الجمسي مالتك الدور وين تنقلب بين نسوان تطبق عليه ايش ما ادريني اسعاف خو ما اسعاف اي والله تعال بس واحد يحكي احنا اخوه
بالنضال، وانت الاب المؤسس والقائد العام يعني هزاع، يعني ما صار لك سنة ماخذ النسوان، لليوم ماكو، نعيد نسقل بالنسوان وماكو، حرامات والله. بس عمي بطلنا من الاستلاذة، يقول الجدر ما يتركب العتلاتة، اعطينا مسوسو ام عراق رجعنا ذني. لا ام عراق هالقد ما تفلشت، ام عراق راحت هي منتهية، يعني ماكو لا دشبول باقي، الدبلات كلها واقعة، بس راحت انتهت مسحها زين. بس ام سوسو تفرمت شوية، اللي ولا تتفرمت ولا حتى شخص جديد يرهم لها ابد ابد نهائيا. والله ايه تعرف شعرها المحضرين ماكو، كانت قبل يعني تتذكر هذا يخابرنا هسه حبيب ابو جاسم. هسه لحظة تسلم على الجمهور. ماكو فايدة، أنا مريدك أسلم عليهم وماكو فايدة. ماكو ماكو خربانة. لا حياتي للخال، الخال صار لي ثلاث ما سمع. ماكو الخال ورا ما سرد التليفون يقول ما طاني مجال. خال 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 رحمة البيغمبر، بيغمبر الميتين، بيغمبر يعني للنبي بالكردي، احنا الهنود نقول بيغمبر. شلون شغله؟ والله على خدا، على خدا. والله ما لا على خدا ولا رحمة البيغمبر خابر زين. يلا يلا تحياتي للجمهور، الله يسلمك، مع السلامة. وين وينو؟ اي والله اقول له الخال خابر ما يفيد، اقول له احكي ما يفيد، يا معود خال ماكو، خال وينك؟ الجماهير ده تنتظرك، الجماهير ده تنتظرك. نشوف هذا. الو 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 عمو شلونك؟ الف هلا يابا، صحتك؟ الله يسلمك ابوي، الله يسلمك. وعمول ذكرنا كم خابرتك بالبس، ذكرتني ولا ذكرتني؟ أنا شوفي شو صوتك أبد مو واضح. لا صوت واضح يا عمود، أسمعك. إيه هسه صار واضح، إيه صح. ذكرتني بعمول، أنا بشر ذكرنا خابرتك صوت وياك، ذكرتني؟ بشر. ذكرتني؟ والله يا اخوي لا صغرا بك، انت تعرف كم واحد يخابر يوميا بالبيت. يلا حبيبي، يلا اي والله حبيبي ابو عمر، ابو عمر طبعا دولة يعني فتعر سم الله بلا نبي، دولة المعممين ويتبعوهم ويمشون وراهم، يعني بس كارثه فتسم، يعني دمروا لعبه وخلقه بالدين الاسلامي. هو هذا هدفهم، يا خلوا دين، لا خلوا الله، لا خلوا شيخ، الناس تكفر. هو هذا هدفهم، الناس يعني تحاول تتناقش تحشر دول جهل عقلهم، قافل فردنا وقافل يعني ما اعرف. لا اكو قافل واكو مستفاد، واكو مستفاد من وضعي مستفاد وقافل. اي اللي مستفاد فهذا يدافع دفاع طبعا. المستميتين ماكو طبعا هو خايف عشان مثلهم. اي والقافل هذا انغسل عقله، يراد له فرمته وتعوض راسه من منقله وتفعصه. يلا يلا يا سيدي، ما تقدر تفتح شغله بصوت الاستاذ، انا فقط صوت الاستاذ. اسمع اسمع، يلا اسمع يلا. القحبه تعوف عشان القحبه ما تعوف. هذا الرفيق قوي يعني، هاي مقوله، هاي مقوله يعني. لا لا ابو عمر بمي ذهب وتنكتب. اي شو ذاك هذا القندر، ابن القندر هذا المنيوك حشاكي من الشياء، وهذا شحماني. اللي صابغ القيطان وعاف القندره. شفت ناشر عليك حاشي عليك قبل فتره؟ والله اخوي انا مخبل، انا تابع ذولا بس احكي للجهل. والله شنو تبع كسعار، بس انا اباوع شنو اضحك علي، انا ترى ما اعرف كسعار هم واحد كلهم عملاء الخوانة والزبالة وكلاب أولاد كلاب نعذبهم لاب. هو سائق سيارة مسوي نفس فريق ركون. إيه وأنت قلت له عم يقول له أبا 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 أب
وتكرم وكرم صدام برمات شجاعة وباقي الحاج حنطق مو باقي الحاج حنطق كرم صدام مو وعمر غلط الحجي عمي والله العظيم هذا إذا كان بالقوات الخاصة أنا معتب هذا كان في لواء 45 مشات آلي بالآليات يشتغل يعني سايق يودي قصعة ويجيب خبز زين وهسه هم سايق ويا العصائب وهم يودي أرزاق ويجيب أرزاق وشوفه هم هذا آني وآني وضياء القواد يجيب مسوي لي عالم الفضاء الفلكي وسليمان جدرية وهي هاي هاي يفترون هم نفسهم إيه. انت شفت غيرهم هذا سليمان جد ابو عمر ايه طبعا هذا سليمان جدرية قبل ما تجيب ما ارتحت يا اخي من اسلوبه من حكي بيفد واحد يعني كذاب ومريض نفسيا واحد معتوه واحد مبتز مو غلط مبتز هو يعني وصل نهايته ان شاء الله بعد ما بيها مجال يعني صار شراجه من واحد يبدا زباله يعني شراجه من عنده يصير خير كل شيء حلو احنا علينا انا دائما اقول علينا باللي يضحك بالاخير راح الاتصال زين يعني شلون هسه وينو وينو ناخذ هذا الاتصال وخلينا نشوف الو لطيف الله يساعدك هلا بيك يابا شلونك خيي هلا خيي كتبت لك على الواتساب غير شوف الواتساب وانا اخوك واصل لندن جديد واصل لندن اي والله وعدنا موردن قدرنا في سي انا وياك استغفر الله بعدين ورا الحلقه مالتك ان شاء الله اتصل بي على مود نتفاهم عليها استغفر الله انا ما هذه الامور انا انسان اصوم الاثنين والخميس لا لا قدرنا في سي على ولد ام حازم زين يعني ست بريطانيا اي نعم نعم تمام يا ماشي حبيبي انا كتبت لك على الواتساب ما انا دا اشوف هذا الرقم هذا مو مال بريطانيا هذا مال اي نعم 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 افتهمت انت لا تفضحنا عاد افتهمت ما اقول عمي والله بالحسين ماضي بالعباس ماضي بالحسين ماضي ماشي اي والله عود خابرني وانا خابرك من رقمي البريطاني صار اخاف تودينا على المحكمه هاي اشطلعت هاي اشطلعت هاي صار اخوي صار السلطات؟ ماني السلطات اخاف منها انا دائما من السلطات صدق اخاف منها لان السلطات تصير عندي شو اسمه ومحكمه ما اريد لان كل ما وديتني محكمه وانا ليس قاعد على العرش مالي ما اعرف هاي تعرفون عمي انت تاجي وباجي وباجي شو يسوي ما تقول لي اجل يابا شو نسوي هم هاي سلوان الصخله قاومت اكثر من عنده بس واحد شي يسوي قال حضر زي مالك واحنا نقول جاي والله العظيم والله العظيم وين رحت مساء الخير مساء النور مرحبا ابو عمر تحيه لك يا هلا يا هلا يا هلا الف هلا وياك محمد العميل السامرائي اها احمد عملاء قناة العملاء العملاء نعم أهم شيء إذا ما تقول قناة العملاء فأنت مو عميل ما نعتبرك نعتبرك من بس حبيت أسوي مداخلة لأن شفت البرنامج نفحات إيمانية نعم إيه تفضل ونزل نبي جديد سمعناه قبل يومين نعم ما ذكرته بهاي الحلقة من هو والله اسمه يوسف المصلخ يوم توني سمعت منك واني صايمة ومتوضية وهاي اشتافاتي للعباس انا اعرف سلوان يقول حتى اخوة يوسف تبروا منه 10 ودعش هما وهم هم دعش يقول ايه هما 10 تبروا مني فصار هسه نبي الله يوسف المصلط نعم يوسف المصلخ يوسف المصلخ ايه ايه العفو بس حبيت الملاطفة لأن هو هذا كان مخابر على مودة بصراحة بس أسمع صوتكم أسمع عليكم تعيش بس هو لا هو قارن نفسه بيوسف يعني هو الظاهر يحب كل كم يوم يترزل تعلم هو متعلم عليها ما بعد واحد فأني
آخر مرة اتصلت، مرة ثانية ما قدرت أتصل لأن كنت لازم سرع المساعدات. هاي تهمت لتأخذ مساعدات، هم تطلع تأخذ مساعدات مثلي؟ لا حول الله. إيه والله صار لي يومين واقف سرع المساعدات، فما صار عندي وقت أتصل. أنا أعتذر. أهم شيء المساعدات. أعتذر للجمهور. اي انت تعرف احنا هم يمكم بالدوله اللي قاعد بيها هم يجيبوا لكم كتالوج تختارون سياراتكم والقصور، مو مثلنا؟ والله هذه من زمان ابو عمر، هسه بدلوا لنا السيارات، سووها الكتريك يعني على الشحن كهرباء بس. لا والله احنا هنا أنا باقين نقولهم يا بطونه تويوتا، يقول شنو انت لاجئ شلون تويوتا؟ اذا مو جي ال ما نقبل، انت لاجئ معزز مكرم، يابا ما يخالف يعطونا شقه لا الا تختار فيلا، لعدة بلدكم مو زين، احنا بلدنا هنا تمام كل شيء تمام. هذول اللي صيح مرتزق وعايشين على المساعدات وعلى اساس قاعد ببيتهم بالعراق، هو مو علي وين ولا بايك صناديق، لا وقاعد بروحي نخله بتكري. وانا من اخر مره قلت له اذا ما ترد على اسئله اضربك بالقندره وازين شواربك بالقندره. صح. فهو ما دا يرد على اسئله، يلف ويدور وانه يالف قصص، انت منين تجيب هاي الكلاوات؟ طلع ما يعرفك. ما يعرفني وبايقاني اموال اخوي على اساس اولاد اخوي اللي يقول بايقهم صار لهم ثلاث ايام يتفلون علي يتفلون علي ويمسح التعليقات. فهي قناة اللي يطلع بيها قناة ضياء الكواز، هاي قناة كان اكو قبل مخبر سري، هسه ما شاء الله صاير هاي القناة مخبر علني. لا علني صار بعد صار ان شاء الله ما بيها نستحى. لا لا بعد عادي 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 بعد. المهم أنا حبيت بس أذكره من خلال القناة المقدسة المباركة العميلة، لأنه الأخوة كلهم يذكرون إحنا ننتظر جواب على الأسئلة. ما يجاوب. أريد الصناديق وين؟ أي. أريد البيك أب وين وديتها؟ أريد الصخلة، أهلها جايين عليها لي يريدون الصخلة، صار 20 سنة يقولون هسه صارت قطيع. زين يعني نسوي هاشتاج سلوان وين الصخلة؟ اريد الصخلة هاي اللي كان حاطها بالبدي، لازم الدربيل تراقب للطريق. انا تريد تعرف الصخلة وين صارت؟ اي والله يا ريت. مطيها لسليمان جدرية دي يتعامل عليها مثل الفانيلا واللباس مات رئيس، لان هذه صخلة مقدسة وشاركت بالمقاومة اكثر من سلوان. محتمل. لا لا حتى محتمل نسأل. أي. نسأل ما بي ملاحظة حلوة حضرتك. اي فهذه ارجع اقول له انت تعودت علي انا يا سلوان المصلخ نبي الله يوسف. حاشا نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم. اي هو وصف نفسه بنبي الله يوسف. نبي الله يوسف هم جاب عزيز مصر على الخزائن وباقين بس مو نبي الله يوسف حشا. هم كان عدم سلوان. اي بس ذاك هذا كلت الصخلة مو الذيب. جاك فور أسف هذا شو اسمه نزار الخايس يقول فورد هو لطيف يحيى. زين هذا مو تليفون لازمه، وهذا ايدي قابل الايد الثالثه دزت شو اسمه يعني شو وياك هذا خايس يعني على راسك من منقنا وفحصوا. نزار اقعد اقعد نزار صير عاقل غيزه لا صير مصوب ويا خفيف. ابو عمر وهذا النبي الجديد مسيلم الكذاب. نعم هو نكرني ما لأناني من كنت هناك شفاف ما بين يقول رحنا عليهم وأنا كنت بدي على شو أسوي بدي على حوش برتقال. جيب برتقال جيب برتقال. أنت رايح لي خستاوي على فيلك ولا صخلة؟ لا أنت رايح تجيب برتقال تاكل البرتقال وتطي الكشور للصخلة على مدة قاوم، لأن هو حتى إذا هو عينه على الصناديق، هو ما يهمه لا مقاومة الصناديق. احنا الاسئلة اللي وجهناها ليلف ويدور ويألف قصص مال كاولية. هو كاولي
هو كاولي يعني شو تريد كاولي أهم أحسن من تروح له مرة وتروح له مرة ثانية هم يقدرك هم يقدرك صح بس صح. أنا ما سوى حتى الكاولية ما سوى وصيغته هو يقول ما يعرفني لأنه أخويا كان عايش بغير منطقة يعني هو من بيت أبونا عايشين كلنا الله يرحمه أخوي ما يعرفني وما أدري إيش المهم أنا ما شرف معرفته بس أنا يمكن كنت شفاف من أذكرة من رحنا تتذكر تخاف تروح بوحدك ورحت أزوق وطفين اللايت على المكان اللي تشولة بصيبات بس يمكن هو عبالة الصحوة كانت السوق يعني انت كنت شفاف المهم أقول لك يعني انت هم كنت مثل زينب هم طلعت بالليل يعني زينب طلعت وحدها وانت أخذت سلوان أنا نيتي مو صافية. سويت بسلوان ما أعرف. ما أعرف. العفو بعمر. إذا ما يجاوبني أخليه ينحني ويكبر. أنت بعد هاي رواية بعد. أنت بعد هاي رواية بعد. يعني رواية وأقعد عن نخلة اللي بتكريت هي والأثي. تجاوب. آدمي لازم يشكرك بالقندرة. أتعلم عليه. عجل يابا عجل يابا. ذكروا بالأسئلة ها حتى يجاوب عليها مرة ثانية لازم نذكره اي لازم نذكره الصناديق وين وديته نعم هذا واحد وصالة ليش ما وديته وصلت انت المسبب هاي بأسر الرئيس اي والبيوت هاي زورتها و 300 ألف لمعدي ليش ما دترجعها اي الناس دا يتصلون يريدون 300 ألف دولار على البيت البكتد حولت لهم بس سبع دفاتر اي ليه وين وديت الفلوس هالمره حتى ام عدي باقي فلوسها ما كفتك الصناديق لا اكو ملاحظه اكو ملاحظه يقول ولدي يشتغلون عماله هاي السوالف خلي قنع بيها نفسه ما اعرف هو يعني باعتباره هو خريج الروابي تعرف روحي نخلب تكريت لا هو باعتبار خلفه هو الاطباخ ويطلع ولده هم يلبخوا له مثله مصيبة خوش يطبخ على الناس يألف قصص هاي السوالف ماكو مع الشيخ الكاولية من يقول لهم تمين الجبال كلاوات هو نفس الشيء والله هو ترى الشيخ بس شيخ دارسين مضبوط يعني هو إذا ما يجاوبني أقسم بالله أزين شاربة بالقندرة وأشربة قوري دارسيني أخليه يسوي موطة لأبو الموطة أنا مالي شغلة أنا هذه القناة عميلة ما عليها بس البلاغ احنا قناة عميلة زين وممولين من كل شو اسمه عملاء البلد والله انا اذا اصير عميل البلدي انا ما احكي بالمناطقية والعشائرية هذول الاشكال مثل هذا سلوان المصلخ مسلم الكذاب او النبي الجديد هم هذول سبب دمار العراق هذا الحواسم هو بلش الحواسم هو بلش هذا الحواسم اكو كم واحد مثل شكولاته هو هذول الحواسم هم اللي بلشوا بالحواسم هم فتحوا الباب مال الحواسم رحم الله والديك شو يجاوبنا وين وديت الصخلة اولا والسلسلة هذيك سلسلات العقارات ذني شلون تزورهن وهب عليك زين هاي البيتين مالت اليتامى ذن المتبنيتهن البيتين مال زمن وعبير اي اذن حتى ذني ايتام يا أي. مضعوف البخت يا ما تستحي والنوبة بكل وقاحة وصلافة النوبة تدعي نبي لعد شقد واصل مرحلة بالسقوط فأنا أنصحك أكو صيدلية بأقصر هيك جو وين الجسر تشتري منه الجاكيتات هذا تروح عليه تقول له أبي أريد شريط حبوب مال دود على مداي الدودة مالتك تحب تترزق لا لا هو الدودة لا صارت صغيرة صارت كوبرا عربيد كبر مو هذا تعرف ويا الصناديق يكبر الدودة تكبر يروح يشتري حبوب مال دود على مود يبعد ويهدأ وهاي القناة اللي دا يطلع بيها أوجه له رسالة من خلال قناتك أبو عمر أي. أنت يا ضياء الكواز أي. سليمان الجبوري هذا استعمله مثل الكنيسة مال التواليت خلص منه وشمره بالضبط فأسا يجي يمك هذا راح يعوفك وهم يروح يوم غير واحد لا فديوم يطلع عندي هنا فديوم يطلع عندي هنا احتمال يوصل كل شيء يطلع هو
لانه هو اللي خابر على ابو دلف، ابو دلف العميل اللي ويا تشلبي اللي جاب الاحتلال وجيركم، ليش خابر على بصماتك كلها موجوده بالضبط. بعدين الاحلى شيء بالبصمه مالته ابو عمر العفو، اي تفضل، يقول هسه سامره ركعت الامريكان، لانه الحكي اللي حكاه يم قناه سليمان على اهل سامره وعلى شخصيات تحديدا هم سامره، هذا كل الفيديو موثق. لو هسه صيح على سامرة انت ما تقيم لا سامرة ولا على سامرة، سامرة تاريخها اقدم منك ومن ما اريد اتعمق لانه الخاطر من خاطر صح. فما جاي هو هسه قام يلحم بالسالفة، انت تشفصت واكلت قنادر لحد ما بزعت، وكل الفيديوهات موجودة وتوزعت والناس عرفوا شنو انت. 56 شيخ مادار سيني مزور وارهابي وبكت الصخلة والبيكب. زين انت شفته من طلع ويا شو اسمه هذا، فاني احب يعني راح اسوي مقابلة وياك مثل ما ضياء القوات سوا وياه، يعني هيك بالضبط. انا مستعد وحاضر. اي انا نفس لبست له نفس القاط والرباط، لان الداينت من عنده، احنا ناس على المساعدات عايشين، من نجيب قاط ورباط، هاي الامور صعبة. فأنا راح أكون مثل ضياء القواد، شلون يحكي يعني دقة فال، فراح هيك يسوي هذا يعني عاوج نفسه طبعا هيك. فهسه أريدك تجاوبني على هذا، وطبعا البطن طالعة والصدر طالع والحلق عوج وما مخلي ها. فباعتبارك أنت هسه باعتبارك شاهد على هذا، احكي لنا. العفو ابو عمر، صار كم يوم دا يمسح التعليقات من الاشخاص اللي ذكر اسمائهم ويريد يوشي بيهم بطريقه مبطنه. اي فانتبه يا ضياء الكواز، قواد رجال هذا دا يوشي بطريقه مبطنه، دا تفتهمني انت، وهي مساءله قانونيه وانا يمك مو بعيد غير دوله، فاني رجال عايش على المساعدات حتى هو السوسيال يدفع لي فلوس المحامي. فأنت يعني شايف ضياء القوات، أنت حلقة أقول لك هذا حلقة شبي، ليش مدور يعني، ليش دائما حلقة شو اسمه يسوي موطة مدور يصير ويتفل هذا ضياء سبق وقلت والله أنا ما أريد أتناوله بكلمة موزي، يعني أولا أكبر مني، هو طاح حظه كان احترم شيباته، كان احترم شيباته على هالكذب والتصفيق. يعني أنا يعني بعد إذنك فضل. لأنه هو الرجل أكبر مني بالعمر وما أريد أتناوله بكلمة مو زينة، يعني أرجوك، لأنه هذا الشخص بس هو دا يسوي إن شاء الله ما دا يعرف هو مداها شنو، هو راح يعرف قريبا، راح يعرف كل زين. أنا ما أريد أتجاوز عليك بس أنت هسه قناتك هاي هسه صارت مخبر علني مو مخبر سري بالضبط، وأنت افتهم وده تشوف التعليقات اللي ده تجيك وتمسح ويسوون بلاغات عليها، واللي هذول اللي ده يعلقون أكثرهم هم ولد أخوي اللي جاب طاريهم وأسماءهم وده يمسح. عرفت أنت شنو أسماءهم وعرفت شنو أسماءهم هي لا أبو ما مرغوب بها حاليا. أخويا محمد حتى هذا اللي محسوب أخويا وطلع وياه كاتب له تعليق قايل لي يا ضياء القواد انت خابرتني اني ما اعرفك وما عرفت انت قاعد تسجل لي، ومو من حقك تنشر ومو من حقك تسجل لي صوتي وتعرضه على ابو والله اخوه حكى عليه وما حكى عليه. فكلها تسجلت كلها تصورت كلها عندي، تعرف ايش راح اسوي بيك ضياء؟ راح اشقك وافرش بيك بالقانون. ها عود بعدين عوج نفسك هيك والله كريم، بلد مو بتركي، هذه المانيا، هذه المانيا مو تركيا، وحق الله لا الباس بنتك هذا ام الباصات ابيع لك اياه. ارجوك ابو عمر انا احكيها، انت ما حكيتها انا حكيتها، لا مو حتى لو اني او انت، يعني اني اسمح لي واني هم اخوك والنعم، يعني هذول دا يصرفون تصرفات حتى يحرفون الناس عن الموضوع الأساسي. إحنا مصيبتنا بالبلد العراق أكبر من هاي الأشياء، أكبر من هاي الأشياء. يعني إذا خلاف شخصي أنا وسلوان مثلا زين،
هو هذا هو اعتبرني خصم له، هو هذا السافر القليل الاصل اللي كان خاتل يمنا ويمي بالضبط ويم عمي ويم ولدنا كلهم، لان كلهم يعرفوا صح. هذا انا ما اريد اضل احكي بي، واحنا عندنا مصيبه كبيره، بلدنا رايح ومنتهي والناس دا تلعب بينا طوبه، وهذا قاعد هسه ينبح مثل الكلب. اي والله حتى يشتت الناس عن الموضوع الرئيسي الأساسي. هو هذا الصح، فهذول خلي يحترمون نفسهم احسن. وهذا اللي يقول يريد عيني للمبارزه يقول احنا اخوه هدله، لك هو اخو هدله واحد ومات الله يرحمه، اما الله. انت لا تقول اخو هدله، ترجع له وتبدله. انا ما حكيت، انا اصوم اثنين وخميس واليوم خميس، انا ازعل بدله واقلبها صخله هاي الشات بالبادي، لازم الدربيل وهي تراقب له، والدارسين علينا، الدارسين علينا. انت اشربه والله العظيم اذا ما يجاوب على اسئله ما يجاوب، والله ما يجاوب، ويعرف اذا شباب الدارسين ايش يصير بي. اي انا ما اعرف، انا علي اصور واصير طباب خير، والله العظيم احضره واسوي عاطف اللي بالتجنيد، احصله بالتجنيد هناك اشرب الدارسين. زين من كنت انا اشتغل برئاسه الوزراء كم مره وبالنفط كم مره؟ هو راح مرتين. زين خمس مرات راح ويا الصخله. زين هذا ليث ابني لو ابن ذاك، وهاي الصخله مو من عنده. فهو خلي قلت له انا ازين شاربك بالقندره، ولحد الان هذا كلامي، ازين شاربك وشارب اللي يطلع وراك، اذا ما تجاوب وين وديت الصناديق وليش ما سلمت الرساله وانهزمت، ويقول الرساله قبل يوم اجتني، لا انت كذاب والرساله قبل خمس ايام هي عندك، وانت نقرت الست صناديق وانهزمت الدكتوري بسوريا، روحي نخله بتكريت تذكر. ها اخو هدله تراجع له وتبدله، فهمني. والله اذا ما يطلع مره ثانيه ويحكي الصراحه لا اقص بيدي واطره اربع طرات. ها هاي الانذار الاخير، اذا ما يجاوب ما راح استعمل وياه اسلوب الدارسيني. اسلوب الدارسيني جدا ناجح، انا يعني بالنسبه لي اعتبر ما طول فعال لهي الاشكال، لانه شيخ. لا لا هو شيخ، وهذا شيخ مال محشي، هذا جدة كله ماكو، الشيخ سلوان أو اشترى عقال بألف، هو ما يبني العقال، ترى الشحاطة أرخص من العقال. والله صدق، والله الشحاطة أرخص، العفو أغلى من العقال، العقال 5000 دينار والشحاطة 40000 50000. صحيح والله، فهذا العقال وحط شحاطة لأن شوية عليها قيمة أكثر، لأن مو كل واحد يلبس العقال هو عقال. إذا سهنا أنا الحج هزاع يقول سلوان أنت دايحين بالخارج، مو تركيا هي محافظة مو بالعراق؟ طلعنا أبو عمر، طلعنا من الخارج بسبب هاي الأشكال القدرة اللي مثله وغيره، الله يرحمه، هم هذول اللي هجروا الناس ووصلوا البلد لهاي المرحلة. زين هو مثل هاي العقليات الجايفة السخيفة، وهم دول سبب دمار العراق. زين هو هذا، وأكو كم واحد من أشكال القدرة. زين هو مو يقول أني شو اسمه وأبو أخو هدلة وصدام زين شلون يبيع بيوت أم عدي وغير أم عدي، ودي يسهلوا للميليشيات شلون يبيع وما هذا، شلون يعني شلون رهمها؟ والله أبو عمر هذا عميل وياهم، لأنه هسه هو قام يوشي بالناس ويجيب أسماء بالعلني يعني على اليوتيوب، فهيك إنسان يعني ما يحتاج له أصلا تفكير. إلى عاد أخويا إحنا نحضر الدارسين، نحضر الدارسين ماكو غيرها. هذا ابو فتله مو اخو هدله، اي ابو هذا يحترم نفسه ويجاوب على اسئله. البيوت اللي زورتها بمساعده منو؟ ام نعرفهم بمساعده منو؟ اي هذا الياسر، الياسر وشلون هسه هم اعطينا تتحرض، اكو واحد ما اريد اقول وين يداوم صاحبه دا يخابره هسه، هم دا يحرض ناس على جماعه ليوشي بيهم. اعرف اسمع يا ضياء، اسمع يا ضياء، هاي قناتك تحولت لمركز شرطة مال الإخباريات مال الميليشيات. ايه
فإذا كان قبل مخبر سري هسه ما شاء الله أنت فتحت القناة للإخبار على العالم بالعلن وبطريقة مبطنة بس إحنا نعرفها. ما يخالف. ما نعرف شنو القصد. ما يخالف. هسه أنت سألت الأسئلة وش قد تعطي مهلة حتى يجاوب؟ أنا انتظر بالبصمة الجاية من يقوم يألف قصص ويتهرب من المواضيع ويقوم أني بكت أخوي وما أدريش. إحنا ما عندنا ناس تبوك أخوه. أنا مو مثلك. أنت على ولد أخوك اللي ما تلحقهم صار لك سنين. أخوك الله يرحمه سبحان اللي الله يرحمه ولد رجال وأنت ما تعرفهم أصلا وحقهم يمك ببطنك وماذا تنطيهم إياه. لو تحب أحكي بعد بس هاي خصوصيات عائلية. يعني مو مثلك. أنا ولد أخويا من سمعه كلامه هو اللي داي يحكي بيه شبعوه تفلات لحد ما يسوى لهم بلوك ايه بعد غير وحكوا علي حكي ما ينقبل حتى أنا ما قبلت لأنه الحكي يعني قلت لهم الخاطر الخاطر الناس يعني ما يريدهم تعرف شباب وأنا ما أسيطر على الشباب يكتبون بكيفهم فاحنا ما عندنا عمي بوق ولد اخوه هذول ولدنا ولدنا هذول مو جايبيهم احنا نبوقهم ولا نبوق اخوتنا احنا مثلك انت عزيز مصر اللي سلمك الخزائن بوقته يا نبي الله المصرخ يا مسيلم الكذاب يعني مصير عادمي قلت لك بالقندره اذا ما تجاوبنا يا اخي او في القندره ترى غاليه القندرة غالية هذا بيدودة أبو عمر إذا ما يترزل هو صار متعلم عليها إيه هو أنا أعرف أعرف أنا إذا ما يترزل ما ينام أي والله إذا ما يترزل ما ينام إيه صح الله شاهد صح هو أي صناعية من البشر إذا ما بتعود ما بتعلم على الاحترام إذا ما ينهان ما يعرف يمشي عادل فجاوب على أسئلة لا زين شاربك بالقندرة هم رجع للقندرة أقول الأغلى والله غالية قندرة شوف لك شيء معاد مال قبل ماكو شو اقول له شحاطه مغلى من العقال يا ابو هم هم مصيبه بيش واحد ايش اسمه ما ادري ويدعوني للمبارزه لك يا مبارزه يا مبارزه انت تركي بالشارع يتفل شواربك ما تقدر تفك حلقك فيها وشايف الاتراك يعني وتقول له عبي أنا أخو هدلة ها وجر الهايل وياها الحين بس ترى يقول الله شاهد يعني ما حد يقدر يفتح حلقة ميت بيت داير ما داير حلقة ما حد يفتحه وياه الميت بيت إذا تفلة تفلة يموتوا شوف هو فتح على نفسه أكثر من عدو أول شيء ناس بسامرة ايه وبلبو عجيل خوالة زين وبتكريب وطعم بنسابهم وبتركيا وحكي على ناس يعني ما اريد احكي حكي على ناس بالاسم وكله بالفيديو موثق بقناة سليمان الجبوري وكله موجود الحكي فهسه يقول سامرة وما اعرف ايش هذا الحكي قنع به نفسك لا تلحم السؤال لان كتلك راح يصير بالقنادر مو بغير شيء تركيا الإقامة السياحية الماخذها هذا المناسبة هو يقول أنا مرتزق أنت أنا والله ما عندي صناديق إحنا مرتزق وعايش على المساعدات إحنا كنا عايشين على المساعدات يعني تعرف محمد يعني أنا على المساعدات وهذا كله فوتوشوب الوراية زين أنا قاعد بالفان وهذا القاط أخذته من ضياء القواد راح نرجع له إن شاء الله بالبث الجاني جاي اطلع لكم بالمايو تعرف مساعدات ماكو بعد والله انا صار يومين وليش تاخرت ما طلعت لا ارد عليه لازم سري اعرف لازم سري قلت لي لازم سري على المساعدات الله يساعدك الله يساعدك على هالغلا والله هسه حتى ما نقدر بعد لا نقدر نشتري شيء كل شيء ما عايش على المساعدات يعني لو بايق لي ربع صندوق ما عايش على الصندوق الصدقات والمساعدة بس هو عنده إقامة سياحية القانون التركي من ينطيك إقامة سياحية لازم عندك عقار يساوي أكثر من 200,000 دولار ايه؟ وفلوس بالبنك هم تقريبا توصل للنص مليون دولار ايه؟ على مود ينطوك هاي الإقامة صح
فأنت شوف سعر يعني الصخ يعني معقولة 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 الصخلة هذه هالقد شو اسمه غالية وباحة على مود واشترى البيت وأملاك هذه؟ الصخلة هذه مستثمرها أبو عمر صار 20 سنة هذا الحكي يعني من 2003 هسه احنا بال 2023 اها يعني الصخلة إذا كل سنة تولد اثنين اي فهاي الإقامة السياحية ماخذها من إنتاج الصخلة فهسه أنا عرفت عرفت فاق الشيخ علي ما كذب من قال 2024 اكو تغيير الصخولة راح تدخل هو التغيير هذا راح يفتح معمل ألبان من هاي يعني الصخولة راح ترجع اي زين هو التغيير راح يصير على ايد الصخلة هو الصخلة لان هاي الصخلة والله العظيم تعبت اكثر منه راح 5 مرات خبرنا هذا الكلب هذا مسيلمة الكذاب وجاي هسه صاير شيخ دارسيني وقائد مقاومة يعني قائد المقاومة لا يعتقل ولا حد له شغلة بيه لا 20 سنة لا والناس اللي لا بيها ولا عليها اكلت سجون وتغيبه ولحد الان ما حد يدري بيهم لا ما هو قائد مقاومة بس يعني ما اريد احكيك ونسمه بالش اسمه لان هو اذا ما يجاوب على الاسئله هاي انا قاعد اعرمه اي واخليه كوب كوب اشرب قوري دارسيني اخليه بعد ما يعرف شو يسوي واني انا طباب خير انا اصور وهم زين له شاربه بالقندر هم رجع للقندر قبقاب قبقاب بالقبقاب لانه هاي حتى اسوي له علامه الجوده هو ده يباوع تعال جيب وجهك لي جاي اذا على الكاميرا يلا باوع هنا سلمان اذني خدودك ماكو اطبع لك اياه لل 44 يمنى ويسرى اذا ما تجاوب هو قاعد فاتح عيونه هيك وده يدحج هو والفروخ مرته هو والفروخ اخو فلته أخو فلتة بالضبط أخو فلتة هذا أخو فلتة أخو عدلة واحد بس وما هو واحد وواحد مات وما يتعوض بعد كله قامت تصيح أنا لك دمشي لك أنت أخو فلتة أنت فلتة زمانك أبو هذا أخو فلتة الحجي حزاع يقول أخو صخلة لا الصخلة رجاء هزاء الصخلة هذه مقاومة قاومة كانت صح. لازمة بربيل الناظور وتباوع بالبدي وراح تقوم الانقلاب ويرجع هي والقطيع مالتها راح يرجعون العراق بالسنة 2024 مثل ما قال فاق الشيخ دارسين أبو عمر حتى هاي الصخلة ما ينطيها أكل يعني حتى المفروض هي لها نسرية أكل خطية لا يقول أنا ما بيها شيء أركب كية يا وين كية يعني شوف شون كذاب هسه كل اليمي وقرايبي اللي كانوا موجودين قالوا يا هو كية سألوني شفتوا كية قالوا لا يقول نبيع براميل نفط على المود نفل للهدف تموي تفضل قلت له شفتوا براميل قالوا هذا ايش ده يحكي صدق كذب قلت له هو هذا تفضلوا هاي الشوكولات اللي هم هاي وصلونا هاي النتيجة هم كذاب وهم حرامي وهم مزور وهم هم شيخ دارسيني يوشي هسه على اليوتيوب علني يعني بعد شي تريده شيخ دارسيني شيخ دارسيني أخو فلتة هاشتاج سلوان أخو فلتة إيه لا والله أبو عمر الهاشتاج إحنا نريد نصير الصخلة هاي الصخلة لا هسه الصخلة قلنا صارت قطيع وراح تدخل 2024 تحرر العراق مثل ما قال فاق الشيخ دنبق هسه أنا عرفت نريد الصخلة نخليها بالمتحف أبو عمر نحنطها ونسويها شو اسمه نسوي له مزار لأن قاومت أكثر من سلوان فعلا يعني ما من أقول لك قاومت أكثر منه والله العظيم يعني تعرف هذا بودي وبيكاب وهوى وقطية وأكل ذبحها هاي المسكينة هاي مثل البزونة مال ابنك يمسح البيت بيه هذا بعد دمرة يعني حتى بالبيت جاب الصخلة لا راح بعد ما نجي جاب العنيس لا والله بعد ما
والله مصيبة. حتى جارينا يقولون هذا شقد قليل أصل يحكي عليكم وشنتم لفيهم. حتى جوارينا والله العظيم. أقول لك أخويا محمد، أكو واحد اسمه محمد علوان خطية، يعني أم الدرسنة وخوات الدرسنة، هذا يم نزار الخايس، يمكن فد علوان هذا يمكن فد ألف قناة مسوي له بس على مود يدخل هنا، والحج يلزمه، حج هزاع يلزمه رأسا يشربه دارسين، ورأسا يقول مو أنا هذا حج هزاع شربني دارسين وسواني بغيبوبة. حبيبي هزاع أخذ للتجنيد هناك اشتغله. والله العظيم خطية كل ما يسوي له حساب ويدخل شو اسمه هزاع الحجي يشربه دارسين، ويطلع محمد علوان يقول أنا ما لي شغلة الحج شربني دارسين وما كنت أعرف إيش كان أسوي. يا عشان شو هذا الدواء بس الدواء الوحيد يدخل للتجنيد هو التجنيد بالضبط. محمد علوان ما أدري باذنجان علوان لو علوان علوان باذنجان أنا أسمي عبالي ملون يعني علوان لا هذا هو علوان هو مبين علي بس خطيه يعني ماكو ساحل نفسه خطيه ساحل نفسه لتعرف هي بس الحجي علوان يحتاج حجي هزاع شرب دائما يشرب دارسين وذاك يقعد من الغيبوبه يقول مو اني ترى هزاع هو يعني دارسين وتعرف هالشغلات تعرف فرد دارسين شو يصير والله هم هذول دواهم الدارسين العلاج الفعال الوحيد لهاي الشكولات الدارسين بالضبط غيره ماكو ما ينفع بالضبط فهذا النبي الجديد اي نبي الله اللي اخوته يدرو اي باي قمال اخوته اخو الله يرحمه يعني اعرف الحادث اللي توفى بها الله يرحمه وعنده ولد زلم نعم صار له تقريبا 15 20 قبل الاحتلال هذا الموضوع هسه ولده ما يعرفهم وبايق حقهم وأعرف بيه وجاي يفر الموضوع يمد علي هذا شوفه هذا أخو فلتة هو هذا أخو فلتة ويمثل يمثل نفسه بيوسف لا خوش دورة مدار بيه بالبنشان بالشام اي لا شو مضبوط لا مخليه يعرف يحكي ترى مخليه يعرف يحكي شوية يتحكى يتمنطق خوش مدربي وشلون يلف الامور عباله اني قشمر مثله مو اني ذا فلفس بس اني الخاطر من خاطر اكو امور اكو ايه ما اقدر احكي بيها احتراما للاخوته والاهل صح بس هذا السقط الخزي قليل الاصل المقطم هذا قلت له اني وعيد اللي هي الا زين شاربك بالقندره وهاي السكسوكه مال قواويده زي لك اياها بالقندره خلاص هذا اللي قال روح انزعه البس ربطه وبعد بالبيت لا تخزي نفسك اكثر من هيك واني اطلع لك متربع هاي القناه مالتي هاي القناه مال ما شو يسمينها يسمينها الخونه مو اي قناه الخونه اي لا ابو عمراني مو انطيك فلوس انت اي صح انت تعطي نص المساعدات الي على القناه شلون نمشيها احنا مو هو مثل كان يسوي هيك قناه سليمان يدفع على مود يطلع يشمغ والعقال من اسطنبول لانقره يحطهم بالجنطه من يوصل هناك يلبس على مود يصور هزاع هزاع يمول القناه وانت دز نص المساعدات مالتك الي واني استلم من العدو الصهيوني وذاك اليوم طلع اني اصل ايراني قبلها هندي فالحمد لله والشكر صرت انترناشنال ماكو والخالد يخابر هسه نعم اني اعطي مجال للخالد تحياتي لكم وللاخ اللي اتصل وجه لي تحيه احييك حبيبي الغالي اخويا الغالي العراقي احييكم كل عراقي حر شريف على راسي الله يسلمك الله يسلمك ألف هلا وجه اسم الغالي سبحان على ألف خير وانت بألف خير سلمي على الخال مع السلامة مع السلامة يلا خال وينك سلوان باذنجان سلوان
سلوان سلوان وين وديت الصخلة؟ رجع الصخلة وخلي نخلص. الخال ما دي خابر أنا يعني ما أعرف بعد هو بكيفه، وإحنا لما شمس ما ها والله ما خال وينك؟ ماكو خال. يا راح ننهي شو اسمه اتصالات، بس يزعل علينا الخال يقول مو يا خال انت تشوف الدنيا مقلوبه وسلوان ماخذ الصخله وهاني ماخذ القاطمه ضياء القوات، ويعني الامور صارت شقلبانيه ومنا روايات ومنا الدنيا محترقه، ف هزاعي مول القناة أبو جاسم السخابرنا نص المساعدات ماته. كانت سهرة حلوة معاكم، ألف شكر لكل اللي شاركوا. هذا محمد بيتنجان لك والله أنت ترى قاعد تحرق بنفسك وإحنا نعرف أنت منه، وأبقى هنا تعال وحجي هزاعي شربك دارسين وتقعد تقول والله مو أنا ترى الحج شربني شو اسمه زين الحج شربني دارسين مو أنا. اقعد اضرب روح يا منزال الخايس ماتك، انت مكيف صاير ادمن عنده وراح تودعون مزرعتكم مره ثانيه وهم راح تلمون وهم ترجعون. احنا هيك مرات أنا دائما احب الخير، احب الشخص يكبر يكبر وبعدين على غفله شو اسمه. أي ألف شكر لكم، تحياتي لكل اللي شاركوا معانا من الأحرار، من الأحرار ما عدنا احنا هنا ذيول ولا عدنا تيجان رأس، الأحرار. وألف شكر لكل اللي دا يدعمون القناة دا ينشروها لايكات تعليقات، لأن التبليغات يعني ماكو قناة يمكن باليوتيوب بها تبليغات مقد هذه القناة، ولهذا دا تشوفوها يعني ما قاعد تظهر ولا تطلع ولا تروح ولا أبد بسبب أمثال محمد بيتنجان وضياء القواد ونزار الخايس وأبو لية الشحماني وخمسة القرعاوي وعد منه عدنا سليمان جدرية وكل هذه الجراثيم اللي بسبب الانترنت طلعونا وبسبب ديمقراطية امريكا اللي جت. فانتوا يا ذيول نوديكم للاستاذ يقول لكم لكم سلسلية، انا يوميا اقعد اهزو بيكم ويوميا طيع حظكم واجيب السلسلة الحماية يزينوكم صفر وينعلوا الوالديكم ويجيبوكم يمي واحد راسكم بالمنقنة وفعصروا وهم تبقى البهاتة والجراود الطافر من عيونكم لين على أبو شاوبكم إذا عندكم شاوب زين يا أبا. فهذا الأستاذ هو يرد عليكم. تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة وتصبحون على ألف خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.